ازيك يا بابا؟ ازيك يا حبيبتي؟ انا جايب لك البشاره. بشاره ايدي؟ حجه السوق بقت معايا وملكي، ملكنا يا حبيبتي. الحمد لله ربنا كرمني على اخر العمر واداني فرصه ان انا اعوضك عن كل حاجه. من هنا ورايح مش عايزك تشيل هم اي حاجه، الخير كله جاي. خير ايه؟ انا مش فاهمه حاجه. احنا مالنا ومال السوق؟ احنا اصحاب السوق الاصليين. بص يا ستي، امي اللي هي ستك هي اللي باقيه من الورثه اصحاب الارض الاصليين بتاع السوق، بس انا اضطريت ان انا اشارك رشاد. رشاد؟ مش معنى رشاد ده؟ ما انا كان معايا نص الحجه والنص التاني كان معاه، بس ما تحمليش هم، الجدع هيبقى جنبك وفي ظهري. في ظهري انا ليه؟ انا مالي؟ مالك؟ ده انت مالك ونص يا ست ابوكي. ما هو اصل انا كتبت نصيبي باسمك. انا دلوقتي مش عايز حاجه من الدنيا يا روية غير ان انا اطمن عليكي وافرح بيكي وافرحك. خير يا ابني؟ شيعتلي وقالوا لي انك مستعجل. تعال يا حاج، تعال تعال، اتفضل اقعد اتفضل. صل على النبي، المهم كده خلصت لنا العقد، ختم الحكومه اهو، يعني احنا الاثنين بقينا ملاك السوق رسمي. الحمد لله، ربنا يرزقنا خير ويكفينا شر. بقول لك ايه، احنا الايجارات هتبقى بالنص، مش عشان انا يعني هاشي او اتعب وانا اللي هلم الايجارات، بستحمل مرضيه الخلق، يبقى احوش نفسي حاجه زياده لا سمح الله. ده لا عشم يا رشاد يا ابني. كده تقدروا تعلنوا براحتكم، وكمان تقدروا تحتفلوا، الف مبروك. لا نحتفل ايه؟ ما يصحش. انا مؤاخذه يعني، اصل الحماس خدني شويه. لا الحماس ياخدك زي ما انت عايز، هنحتفل. ده احنا هنحتفل وهنحتفل وهنحتفل. لا دي الحاجه الوحيده اللي هترجع لابويا حق وتعرف الناس قيمته وقيمته. نعم هي جت متاخره بس ملحوقه. ملحوقه. عشان الورق ده انا هحطه في عين التخين. كل واحد يعرف مقامه. طيب بقى لما تفضوا كده يعني على مهلكوا يعني نبقى نتكلم في موضوع الاتعاب. ماشي يا متر. السلام عليكم. وعليكم السلام، شرف. ايه ايه، استنى يا متر. ما تعملش حاجه، سيب لي انا الحسابات دي عشان ما حدش يضحك عليك ويخمر. مش انت تحاول، سيب لي بس انت الكلام. استنى يا متر. خد يا متر حل بوقك. الف مبروك. الله يبارك فيك يا متر. سعيدة. سعيدة مبارك. هذا مش سعد يا وش الخير.